أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا إنك أنت السميع العليم. الحمد لله إلهي مادي سؤال دمرك الهوذ قصوى الله مني أنقو وناك إصفارين حمد إذكرية من إلهي سبحانه وتعالى حكبري لما أنت يا إلهي سبحانه وتعالى إنو نقو أنت فاعو وحان شيئين. طبعا ولي وحان كجرنا مال مباركيسا أيام التشريق أيام كجرنا عيدي ولي مرماني وحان إلهي سبحانه وتعالى كبرينا عيدا إنه صومالي إلهي قول لقامد وناكسا قلوبته إسجعليسية. أيام التشريق وأيام الذكري وأيام أكل وشرب مال مهان وكلاء ومال مهان ذكري إلهي سبحانه وتعالى لبذن لها محايا لي نصوص قارن وقصة أرورتي أذكارتا إيو ذكري عام أهبا سيدي سنة ذكري وفل بذنية محايا المركز ذكري إلهي سبحانه وتعالى فاربية. أما المهن وكالي وحديث كما مسلم وصوص هاري وعلي نبقى عليه سلاسة أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله رواية دا سواس وقدري وعلي ما المهن وأيام تشريق وشلي إيمانتي بالربا إن وحو يروى ما المهن عند يعبد لها يا وضد كان أضحية قلين حتى أضحية إن ما أنت وقلي كران بري قلي كران إن صدق حس مال أيام تشريقه ولا بني أضحية ولذلك مال ما هسوى مال ما فرحوي هذا أركتيد مال ما هاي وحال عناي وحال عبيا وحمعنا فرحة ما دمان لكن فرحة وحال لما تاني ذكر إلهي سبحانه وتعالى ذكر جها هذا كي تكبرتها الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة ما المهن رؤون إلا جوجي ماها حتى صلاة هكذا سيدو كلا وحكم إذا ما المهن إن الله أقول إن صون أيالي أيام تشريقة لما سوم أيو وحسوم كركري دتك حجاي ذا وقولوا وهدي كان قلن كرين ومركز أما متمتع أما قراء سد حد حاجك يجوغان أيام تشريقة وكسوم كرام حياة سفرة يجروا بحية أيام ما أنت لبعد يحكتو يوم القر لهاي نبي وحكميته وحكميته أفضل الأيام أم أعظم الأيام وحكميته إيمانته وقورع إيمانته وحكته وأه ذكر إلهي سبحانه وتعالى إن لبضيه سيدي سنة ذكرها سيدة أسعطان مركز تأمركي حدث وين دعو أيو إيماذا مركز تو حدث أرين وين دعو وعركيسا حجك أيا لقصة وبحي هد ودتكي جمرات كويسو طورتين دوافك وصوص سمايين إذا وحول إذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله فير. ما أنك عرفة قلبتي لقصة دقاقي وحلي ذكر إلهي لوضو ومركز إلهي إن الحصة مركزتها أي سيدو كلا ذكر إلهي ونوشيك وغير الدعاء إنه دعاء عرف إهيد لا إله إلا وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير صلاة مركز كبحديد إلهي سبحانه وتعالى وحول ليه فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا صلاة الجمعة وما لوي وما نبركي سواء إلهي وحده سبحانه وكهد لي وحكهد لي فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتقوا من فضله واذكروا الله كثيرا فيري إن صلاة وسيدو كلا إن حجك مركي لقى صوبه فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم وأجد ذكر وحسن حكمت سيسا ذكرك إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمكر ولا ذكر الله أكبر مركا مالمها ومالمها إلهي جعليها وذكر إلهي سبحانه وتعالى إن لو وضو لذلك إلهي سبحانه وتعالى ذاتك وذاكرين تأه وجعليها إلهي جنة وديار الذاكرين وذاكرات إلهي كثيرا مركزتا ذكرك وحال ربا إن لبضيه سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة أذكرت لا إله إلا وحده لا شريك له تكبرت عن أيام التشريق لكن القاضي وإلهي لوينينا يوي ولذلك عمر وحكى سقناطي من أمرك كجري ساسو ومركزتا وجيذي جري وتكبرتي وقاذي جرين نعم وحاكلا وحاكي سيدو كلا إن دتك نفك أضحية لقلو ما شالك نيك جاري واي ما أنتو كلو قالك را بريو كلو قالك را وحصل إنه حل ليه أيام شربي وحوي وحل دوني يا مركا إن فرح دي ويلي ما دمانين المساكين تلقى في حيناي وصدق هذا هيلبكو حلقة سيناي ولسو بوقناي ورر عيد وقذاي حيا دتك ما أنت عيدا لقى مود جارين كرو صدق هذا ده سدح معلمة لسي وعيد ويني دي سمعت دهان سدح راس معلمة وحوي وأيام التشريقة إن ولي إفرحات الوجود وذكر إلهي سبحانه وتعالى مركا وضد مريسان مركا صلاة توكتان
إن تكبير تاس أودان وذكر إله سبحانه وتعالى أيامها نوكله سيد وكله تسبيح ذا وذكر وكمدي أي تحميد وأنشاء سبحان الله والحمد لله وحصلا إذنا إلا وضع وحكله وإذنا مهمة وقفك مسلم كه إنه كده ذا الآية هاي إن علادة يدتك إسنعب أما دتك إسقلاف سن ما المها نوكله إن إسعفيان ولي وحلو جرا جانا ساجرا حسن لقفة إيديستو وإله سبحانه وتعالى قبل قدتك قرابة اللي حريريو دتك حمان كلها إسعفيانو تاس أي ما المها نوكله وحيابها لقبنا أيو أي مهم وتان قلد نفتي شيطانك آهاتي هداس احنا توفيق إلهي سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.